كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير وجيه الخير. رجعت لكم بسلسلة جديدة ميمز تيك توك رمضاني. لا تنسوا تدعمونا بلايكاتكم واشتراكاتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. كاتب لما يكون دوري في تحضير الفطور ويعني قبل ما أبدأ فيديو خاص واضح شو ماسك بيده، هذا بيدخل موسوعة جينيس. مين عنده أكبر سمبوسة في العالم ولا إيش؟ يبي هذا من جده؟ يا ابويا السمبوسه قاعد تسبح في الزيت. هذا ما توقع سمبوسه، هذا توقع السفره اللي حيفطروا عليها الاكل والسمبوسه والاشياء هذه. ما شاء الله ايش هذا؟ وش حطت جوتها؟ انا اتوقع جوه السمبوسه هذه لحم وجبنه ونوتيلا، كل شيء حطوا في السمبوسه هذه ما شاء الله. والله ما اجيب لكم قشطه، ما عندكم غيره انتم صوت كحه ابويا. زي الكل زي الكل، استغفر الله عبد الله رمضان، زي المحترم زي المحترم، تروح تجيبها وتجي لانك قشطه. انا قبل رمضان بيوم، وهذا الشخص هذا لي سوابق الله يصلح يدي. بس استغفر الله، انا قلت معلش يا شب، وهذا لهون وبس، لهون وبس خير ان شاء الله، وهذا لهون وبس لهون وبس. محدثكم نفس الشيء، اذا لعبت مع خويك ثنائيات في فيفا وقاعد يسوي مهارات، الوقت على قبله الوقت على قبله، يقول لك لا هون بس. فيفا احد الاسباب اللي تخليك تجرح صيامك، تجرح خويك، وتجرح نفسك ممكن كمان. خلينا نسمع بس. لازم تعمل لي فيها فتوى فتوى بنفسه واحده، انت تضرب الدنيا دي بنفسه واحده كل الفريق. صادق بس والله كويس ما كمل المقطع صاحب الميمز، لا عشان ما نسمع كلامه كويس. زاويه المسجد قبل صلاه التراويح. اتوقع كل المساجد في رمضان هذا المنظر. يا اخوان اللي بيصلي تراويح ولا بيصلي اي صلاه، يا اخي اذا عندك نفس الاطفال ذولا لا خليه في البيت، لا تجيب المسجد، لا تزعج المصلين الله يصلح حالك، خليه في البيت، خلي الناس تخشع. كيف بالله بدك تخشع وفي مصارعه دبليو دبليو اي وراي بعد صلاه التراويح في رمضان؟ يا هي صلاه على النبي يا ابوي، هذا هذا الباكستاني ما شاء الله عنده هنا لا اله الا الله يا ولد، كانه عنده رجل ما شاء الله هنا، ما شاء الله ما شاء الله الباكستانيه ما شاء الله قوه وصحه وعافيه ما شاء الله. ايش هذا المقطع؟ الناس تنتظر الامام ياذن والامام لا لا غازت الاثام يا شيخ يا شيخ اتق الله يا شيخ، الناس ما تاذن. استغفر الله، ها في حد تايب ولا ايش؟ هجوة رمضانية، اثابك الله يا شيخ، اثابك الله يا شيخ، وهداك الله يا شيخ. راح ابهركم بالفطور بكره، انا قبل الاذان بعشر دقائق. بالله شو المسكة في عيونه؟ يبي هذا بكثر صوبيا ايش بنا؟ وربي البس هذا انه خطير. حاسبت عن شايب وطلع مو برنامج الصدمة. تبي سبت؟ لا لا لازم الواحد يسوي الخير وتحاسب عن الشايب والمسكين لوجه الله، ليس اللي برنامج الصدمة. الله يهديك. ايش هذا تشربي؟ ايش تشربي؟ شوبيا. ما شاء الله. ايش كنت تقول ما شاء الله؟ شوبيا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا جماعة الخير اذكروا الله، قولوا ما شاء الله. دقيقة، وقف المقطع. أنا الصبية هذه أشك في صلاحيتها. لاحظ عيونها، هذه شكلها خلاص. شوف والله يا إخوان الصبية ذي شكلها لها من رمضان اللي فات. هذا الصبية ليست حق رمضان، هذا حق رمضان قبل سنة، عشان كذا المسكينة ما تجمع. دحوم ثلاث ساعات. كيف حالك طيب؟ قريبا في رمضان الفجر وأنت صايم. معروف شكل المقطع. اضغط إكس يا ولد. يا شيخ اقسم بالله حياتك سيئة. شوف حظه كل هجمة بقول، كل هجمة اضغط اكس يا ابن ال هذا فعليا للاسف يصير. انا انصح نفسي وانصحكم يا اخوان نهدي اللعب. هي والله لعبة مستفزة، والله العظيم لعبة فيها سلك وفيها استفزاز وفيها لما يكون خصمك نوب وغشيم ويفوز عليك والمصيبة يجي خلطك الحياة اللي يد يبغى لها قطع، لكن لازم نمسك لساننا في رمضان وغير رمضان. ايه اقول لك عبد الله جاي ينصح، عبد الله
جاي صحهم الله يهديني ويهديكم. بس اذا صحيت 7:30 وراح عليك السحور، لا لا. استغفر الله والله حسرتي. قيس صارت للاسف. عبد الله كملت صيامك قبل ما صارت لك؟ ايه كملت الحمد لله. اخوك قبل المغرب بخمس دقائق رايح المطبخ يشيك وش طابخين. الله اكبر. يا ود الغوريلا شكله من جد صايم. شوف المشي كيف وقافل وقران. يا مين بالله شايل هموم الدنيا كلها وقافل. هذا مصيبه الناس زي كذا اللي يجيك ايش لا شغله ولا مشغله طول النهار نايم، يجي قبل الفطور وقافل. ايش طابخين يا عمي؟ كم من نوم كم من نوم، روح نام الله يصلحك. التمره الاولى في رمضان بعد اذان المغرب. استغفر الله. خلاص وصل معاه غليظه ولا معاه؟ لا هذا وصل بالفصل الكل صايم وما حد طايق الثاني. اخوان انا اقول لكم في واحد راح يشتري ساعه لقيها غالي اخذ 5 دقائق. هذه والله انها حلوه. والله انه انت اللي حلو. اتوقع اسمه ابو سعيد. والله انه هذا الشخص احبه في الله وانه جميل. لا حق والله انه جميل. والله لانه هذا الشخص جميل. اعطوني لايك عشان لايك لي انا عشان هو. قبل المغرب بدقيقتين وانت تدور قشطه. اغسل ورع اغسل ورع. يا ابوي شوف يا ابوي هذا الدركسور اطول منه، كيف قاعد يسوق هذا؟ وانا ابوي اتحدى هذا صايم، الوعد اتحدى هذا صايم. بس كذا عندكم قشطه؟ لا ترى قاعد بس ادور مو صايم ولا بقشطه. اذان الفجر الساعة 4:20، انا الساعة 4:19. اتوقع كل الكرة الارضية كذا الا انا ما اسوي كذا. لا تكذب انت تسوي اكثر من كذا. لا لا والله لا، شوف زمان انا كنت مجنون صراحة. عشان كذا بتنت يا عبد الله؟ ايوه عشان كذا انا بتنت واشرب مويه كثير الله يصلحني، ما كنت اكل كثير. ان شاء الله تصدقوني. بعض الاوادم وقت صلاة المغرب. الله هذا حاطه فمه قبل الاذان. روح ما شاء الله اللي في كاسه من راح. ما شاء الله في لمح البصل كله اختفى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا كويس ما بلع الكاسه. ذهب الظما وابتلت العروق. والله ذهبت السفره ما شاء الله، مو ذهب الظما. لا اله الا الله، هذا الشخص انا متخوف منه. اذا قالوا فطور اول يوم عليك اقسم بالله لو بيدي لا اشربكم سم فيلان. اقسم بالله لو بيدي لا اشربكم سم فيلان. اي واحد يعرف زي هذا صوم رمضان كامل 30 يوم ولا تروح تفطر عنده مره. اذا افطرت عند خويك سمعت امه تقول ما عنده اهل. لا والله هذا الموقف والله اللي حطحت بهذا الموقف. استغفر الله العظيم. يا خاله يا خاله استعانه خليك كريمه يا خاله الله يصلحك. اذا فتحت القشطه وحنا ننتظر اذان المغرب. اوكي في واحد كان يسويها متعمد؟ لا لا والله كثير تصير الحركه ذي. ومحدثكم قيس سويتها الله يهديني بس بالغلط. قلت باخذ غفوه قبل الفطور واول ما صحيت سمعت المؤذن يقول الصلاه خير من النوم. يبي هذا وراي وراي ولا ايش؟ بالله اللي صار زي هذا الموقف يكتب لي تحت ويحط لايك. اكيد يحط لايك. اعوذ بالله الله لا يجعلنا نصير زي كذا. اذا خلص الغاز قبل اذان المغرب لا. هذه والله هنا صفرات الانذار حق الحرب ممكن تشتغل. ها؟ كيف؟ هوي الرياكشن هوي الرياكشن. كيف؟ والله كيف؟ والله هذا الموقف ممكن ابوك وامك البيت كله يتقلب فوق تحت. ممكن اهلك يفطروا عليك لو ما رحت غيرت الانبوبه. عندنا اخر مقطع لليوم، هذا الحساب انا انصحكم فيه، حساب ممتع لشخص وسيم وجميل وخلوق. لو اتكلم هنا السنه الجايه ما وفيته حقه. شوف الجمل يا لك يا ما شاء الله. لا 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 شوف شوف شوف
شخص مو هذا، هذا ما احبه قدم الناقه تبيض عليه. الناقه تبيض خمسة ضرب ثلاثة كم؟ والله يا أخي هذا شخص والله التمساح هنا الأبيض أنصحكم تروح وقف دقيقة التمساح هذا الشخص اليمين كاب وشعر كلهم فنانين مضحك مضحك شوف أنا طالب شخص جميل ووسيم وما شاء الله فأنصحكم تدخلوا تتابعوه في كل حساباته كلها نفس الأكاونت في السناب في الانستغرام في التيك توك في تويتر كلها نفس الحساب ادخلوا تتابعوه وعطوه لايكات واشتراكات شكرا لكم السلام عليكم. What up, say? Yeah. Ramadan, Ramadan, now we're gonna burn out.